السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي النهاردة في بارت 5 لشابتر 7 تبع مادة الـ OS اللي هو الـ Deadlock. كنا اتكلمنا عن الـ Avoid، وقفنا عند الـ Avoidance Algorithms، تمام؟ وقلنا عندنا إن في نوعين من الـ Avoidance Algorithms، إما اللي هو الـ Resource Allocation Graph أو الـ Bunkers Algorithm. Bunkers Algorithm واتكلمنا عنه في الفيديو بتاعه وإزاي بتحل وكده، وبقى عندنا resource allocation graph. resource allocation graph ده بيبقى موجود في طبعا فين؟ لما يكون عندي single instance لل resource بتاعنا. طيب في شوية definitions كده لازم نعرفها الأول. أول حاجة اللي هو claim edge. claim edge دي بتقول إن دي يعتبر المرحلة initialize ليه؟ لما أجي أعمل request، فبيبقى الشكل بتاعها كده اللي هو الداشد لاين ده خارج من البروسيس رايح للريسورس، تمام؟ نيجي بعد كده عندنا بعد الكلام ده ايدج بتتحول لريكوست ايدج. طيب لما بتتحول لريكوست ايدج بيبقى الشكل بتاع اللي احنا عارفينه ده. نيجي لتالت حاجه عندنا، ان بعد ما عملت ريكوست، يعني بروسس عملت ريكوست لريسورس معين، فهي بتبدا تستخدمه بقى. فبتبدا تستخدمه امتى؟ لما يتعمل لها اساين. يبقى الريسورس ده معمول له اساين لايه؟ للبروسس دي. وطبعا عارفين ان الاساينمنت ايدج بيبقى شكلها كده، خارج من الريسورس رايح للبروسس. بعد ما بعمل اساين بقى والبروسيس تعمل الاوبريشن اللي عايز تعملها على الريسورس ده، ببدا اعمل ريليس بقى. عشان ايه؟ عشان بروسيس تانية تستخدم الريسورس ده. فبعد ما بعمل ريليس الاساينمنت ايدج دي بتتحول لايه؟ بتتحول لكليم ايدج تاني، اللي هي الخطوه الابتدائيه، عشان تيجي بروسيس تانية تعمل عليها ريكويست وتتحول من ايه؟ من كليم لريكويست، ونفس السيكونس اللي احنا كنا ماشيين عليه ده. فعندنا قلنا في اربع خطوات بتتم. اول حاجه بتبقى كليم ايدج، ادي بروسيس 1 اللي هي كليم ايدج على الريسورس 1 دي، وبعد كده كليم ايدج دي بتتحول لريكوست ايدج زي ما احنا شايفين كده، اللي هو اللاين العادي مش داش. بعد كده بتتحول لايه؟ لاساينمنت ايدج، بعد ما عملت ريكوست بتعمل لها اساين، فخارج من الريسورس ورايح للبروسيس. واخر حاجه خالص لما اخلص الاوبريشن اللي بعملها على الريسورس ده، الكليم ايدج بتتحول تاني لايه؟ سوري، الاساينمنت ايدج بتتحول للكليم ايدج اللي هو الشكل الداش ده اللي احنا عارفينه. نيجي بقى هنا، لو انا عندي مثلا ايه اتنين بروسيس هم بيعملوا ايه؟ عايزين يريكوستوا الريسورس 2، فعندنا الكليم ايدج طبعا لكل واحده منهم، دي الخطوه الابتدائيه عندنا. طيب نيجي بقى نبدا نحول الكليم ايدج دي لايه؟ للريكوست ايدج. فانا عشان احولها لازم في شرط براعيه. ايه هو الشرط؟ ان يبقى في نو سايكل، ما يحصلش عندي سايكل. طيب لو انا جيت هنا ادي الايدج دي، تمام، حولتها عملتها خليتها الاول ريكوست ايدج، ومن ريكوست ايدج على طول بقت ايه؟ بقت اساينمنت ايدج هنا زي ما هو في الشكل ده، بس هو حولها على طول. طيب دلوقتي هل كده حصل اساينمنت؟ لا، ما حصلش اساينمنت لما حولت كليم ايدج لريكوست ايدج وبعدها لاساينمنت ايدج، يبقى انا كده ايه؟ في السيف ستيت، تمام. طيب لو حصل سايكل، زي ما انا لو جيت حولت هنا من الايدج دي من كليم ايدج لريكوست ايدج وبعد كده الاساينمنت ايدج، فهتبقى خارجه منين؟ هتبقى خارجه من ريسورس 2 لبروسيس 2. فالاول قبل اصلا ما يتعمل لها اساين هيبقى في ريكوست، فالشكل ده هيبقى ايه؟ بدل ما هو داش دي كده هيبقى اللاين اللي هو خارج من البروسيس رايح لايه؟ للريسورس. فبالتالي هو كده هيبقى ايه؟ هيبقى في سايكل. لو عملناها بسرعه كده، هيبقى فيه سايكل، تمام. فبالتالي كده ايه؟ كده حصل عندي انسيف ستيت، وهو ده اللي احنا مش عايزينه، وهو ده اللي بنحاول نعمله افويدنس. فلو حصل ان هو بقى في الانسيف ستيت، في بوسيبيلتي، احنا قلنا هيبقى في بوسيبيلتي ان يحصل ايه؟ ان يحصل ديد لوك او ما يحصلش. انما طول ما انا في السيف ستيت متاكد 100% ان مش هيحصل عندي ايه؟ مش هيحصل عندي اللي هو الديد لوك. ودي كانت اخر حاجه في المحاضره بتاع شابتر 7. وكده ان شاء الله خلصنا كل الاجزاء المهمه في شابتر 7، ودوا الفيديوهات اللي عملناها لشابتر 7 دي فيديوهات شرح مش ملخص، فعشان كده الوقت بتاعها كان طويل بعض الشيء يعني، فده عشان هي شرح مش ملخص. وربنا يوفقنا ان شاء الله. وفي حاجه مهمه عايز طالبها من الناس يعني، كده دوا شابتر 7، تمام. في شابتر 8 هنحاول ان شاء الله نشوف ماتيريالز كويسه ليه، لو ما لقيناش فاحتمال ان شاء الله ننزله ليست تانية. في حاجه بقى يعني انا مستنيها اللي هو الفيدباك،
بتاع الفيديوهات، من الناس اللي شافت الفيديوهات دي. الفيدباك طبعا ما اقصدش بيه اللي هو الجو الله ينور وحبيبي تسلم والجو ده، اقصد بقى اللي هو النقد او العيوب اللي انت شفتها في الفيديوهات وعايزها تتعالج عشان نقدر نطور بشكل افضل ان شاء الله في المرحلة الجاية. وربنا يوفقنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.